للحديث أكثر عن مشروع القانون المقترح في الكونغرس الأمريكي لمعاقبة الدول التي تطبع مع نظام الأسد ينضم إلينا عبر سكايب من لندن الصحفي والإعلامي السوري الأستاذ زياد المنجد. أستاذ زياد، بداية مرحبا بك. في ظل هذه التحركات العربية والإقليمية لإخراج النظام السوري أو محاولات إخراج النظام السوري من عزلته، يتقدم عدد من النواب الأمريكيين بمشروع لمعاقبة هذه المحاولات أو معاقبة هذه التحركات. برأيك كيف تنظر وما أثر هذا المشروع؟ أولا تحية لك وللسادة المشاهدين. لا شك أن هذا المشروع كما ينص وكما اطلعنا على نصوصه، إذا ما أجيز من مجلس الشيوخ الأمريكي فهو فاعل إن أرادت الإدارة الأمريكية تفعيله. هو ينص على عدم الاعتراف بالأسد كرئيس الجمهورية، كما يهدف إلى يعني تعزيز قدرة الحكومة الأمريكية على فرض عقوبات على المطبعين، وينص على عدم الاعتراف بأي حكومة يرأسها نظام الأسد، وينص كذلك على فرض عقوبات على شركات تخص الأسد. هذا الموضوع، هذا القانون إذا ما يعني أجازه مجلس الشيوخ، ولا أعتقد أنه سيجيز مجلس الشيوخ هكذا قانون، لأن القوانين الأخرى كقانون قيصر وقانون الكبتاغون لاقى يعني معارضة من كثير من أعضاء مجلس الشيوخ، ولذلك اضطرت الإدارة الأمريكية أن تدرجه ضمن ميزانية وزارة الدفاع لكي تمرر هذا المشروع. فإذا ما مرر وأرادت الإدارة الأمريكية تطبيقه فهو سيكون فاعلا جدا في نهايته النظام. هل ترى أستاذ زياد أن القوانين التي شرعتها أمريكا سابقا لمعاقبة الأسد قد آتت أكلها أو أحدثت أثرا فعليا لمعاقبته؟ هل كانت هذه القوانين والتشريعات ذات فاعلية؟ لا، لم تكن على نحو ذلك على الإطلاق. قانون قيصر شرع في العام 2019 وبدأ بتطبيقه في العام 2020، وإلى الآن لم يفعل شيئا تجاه الأسد. هو ينص قانون قيصر على معاقبة المطبعين، وها هي الدول العربية تطبع والإدارة الأمريكية صامتة. قانون الكبتاغون شرع في نهاية العام الماضي، ومن المفروض أن يعني تكتمل الخطة لتنفيذه في شهر حزيران القادم، ومع ذلك يعني لا أعتقد أنه سيكون فاعلا، لأن هذه القوانين عندما تصدر من الكونغرس الأمريكي يحال تطبيقها إلى الإدارة الأمريكية، وهنالك فصل في السلطات بين الأجهزة التشريعية والأجهزة يعني الحكومية. من شرع أو من وضع هذا القانون الجديد هم أعضاء في مجلس الشيوخ ومجلس والبرلمان الأمريكي، احتجوا مرارا وتكرارا على الإدارة الأمريكية لأنها لا تطبق القوانين. قانون قيصر لم تطبقه، ولذلك اضطروا إلى يعني وضع قانون جديد ربما يفيد في هذا الأمر. هل ترى أن أزمة المخدرات الآن غائبة عن الذهن الدولي؟ يعني كيف تقيم أن يتم تشريع قانون أمريكي لمتابعة تنفيذ العقوبات على الأسد وهناك أزمة ضخمة وخطيرة وكبيرة، أصبح الأسد عبر هذه الأزمة أحد أباطرة المخدرات؟ يا ترى هل ترى أن هذا الأمر غائب عن الذهنية الدولية؟ لا، لم يغيب عن الذهنية. هي تقول أن هي شرعت قانون الكبتاغون واعتبرت الأسد يعني إمبراطورا للمخدرات، وكما قلت لك قبل قليل ننتظر الشهر السادس يعني الشهر القادم حتى تكتمل الخطة لتطبيق هذا القانون. ولا أعتقد كما قلت لك الإدارة الأمريكية تضحك علينا وعلى شعبها في هذه
القوانين. صحيح أن الكونغرس الأمريكي يشرع، ولكن الإدارة الأمريكية يعني تضع هذه القوانين في دروج مكاتبها ولا تفعل بها شيئا. كما قلت لك، إذا أرادت يعني معاقبة المطبعين فقانون قيصر ينص على معاقبة المجرمين ومعاقبة المطبعين، ولم تفعل شيئا. وكذلك هي لن تفعل كما فعلت مع نوريجا عندما غزت دولته واعتقلته، لن تفعل ذلك مع بشار الأسد، ولن تعتقله باعتباره إمبراطورا للمخدرات على الإطلاق. زياد، أن هرولت بعض الأنظمة لإعادة الأسد إلى الحضن العربي سوف تتحدد، سوف تقل، سوف تنخفض، سوف تنعدم؟ يعني هذا الأمر مرتبط بالإدارة الأمريكية وقراراتها. أنا أعتقد أن هذه الأنظمة لم تهرول نحو نظام الأسد لو لم تكن تتلقى ضوءا أخضر من الإدارة الأمريكية. إذا صدر هذا القانون الذي نتكلم عنه وفعلته الإدارة الأمريكية، أعتقد أن كل الدول التي طبعت سوف تقف وسوف تعيد حساباتها، لأنها ستجد ردعا من أمريكا، والردع الأمريكي اقتصاديا وعسكريا يعني سيكون قويا. ولذلك فهذا الأمر يعني مرتبط بإصرار الإدارة الأمريكية على تفعيل القوانين التي تصدرها. طيب، كيف تنظر إلى ما يراه البعض من المحللين يقولون بأن القرار العربي أو الموقف العربي الآن أصبح يهرول نحو الشرق، نحو روسيا ونحو الصين؟ كيف تنظر إلى هذا الأمر؟ هل هذا فعليا موجود في ظل هذه القوانين الأمريكية التي تشرع ضد من يحاول التجاوز على العقوبات الأمريكية؟ لا تنسى أن روسيا بعد حرب أوكرانيا فقدت بريقها، وأن الصين صحيح أنها تريد أن تلعب دورا في الشرق الأوسط وتتحالف مع روسيا، إلا أن الشيء الواضح والأكيد أن ما زالت أمريكا هي اللاعب الرئيسي في المنطقة، ولا يمكن للأنظمة في منطقتنا أن تنسى أو تتناسى أن لأمريكا سطوة عليها وعلى يعني اقتصادها وعلى كل ما يؤثر في حياتها. ولذلك ما يقال من أن هنالك دور روسي صيني، صحيح أن هذه الدول تحاول أن تلعب دورا، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية وخاصة بعد حرب أوكرانيا تحاول تحجيم الدور الروسي على الأقل في منطقتنا، أو حتى تواجدها في البحر من خلال قاعدتها في حميمين في الساحل السوري لا يعني شيئا، لأنه محكوم ومحاط بالكثير من السفن الأمريكية والبوارج الأمريكية، فهذا أمر لا يمكن أن يكون فعالا في هذه المرحلة. هناك سؤال، ولكنه ربما يكون سؤالا مزدوجا عندما نتحدث، أنه لماذا إلى الآن، طبعا البعض يسأل يقول أن من أوصل الأمور إلى هذا الحد هي الولايات المتحدة، لأنها تخاذلت في الملف السوري وكان بإمكانها أن تحسم الأمر في ظرف أسابيع أو أشهر، في حين أنه من عام 2011 وإلى الآن ونزيف الدماء مستمرة والنظام السوري موجود، وهناك عقوبات على دول تحاول أن تقف وتحول دون هذه العقوبات. أكيد، بشكل أكيد، لو كانت أمريكا جادة في معالجة المسألة السورية وجادة في أن يعني إنهاء هذه المأساة السورية لفعلت ذلك في يوم وليلة. وكلنا يعلم أن نظام الرئيس السابق صدام حسين كيف أزيل وكيف حشدت الولايات المتحدة الأمريكية يعني كل قواها وحشدت العالم من أجل القضاء على نظام صدام حسين. هي في سوريا تتماهى في إعطاء النظام فرصة، لأن وجود النظام فيه مصلحة لي
الكيان الصهيوني يعني مصلحة الكيان الصهيوني شيء مهم للولايات المتحدة الأمريكية، ولذلك فهي رغم كل ما جرى ويجري ولو أنها كانت يعني منسجمة مع ما تقول من أنها مع حماية حقوق الإنسان لفعلت ذلك وأنهت نظام الأسد لأنه ارتكب جرائم واستعمل الأسلحة الكيميائية ضد شعبه، ومع ذلك فهي لم تحرك ساكنا لأنها تريد أن يستمر هذا النظام بوضعه المتهالك وباحتلالات مختلفة ومتعددة لسوريا حتى ينتهي الأمر إلى وضع يسهل فيه تقسيم سوريا، وهذا أمر مفرح للصهاينة وتعمل عليه الولايات المتحدة الأمريكية. نعم، من لندن عبر سكايب الصحفي والإعلامي السوري الأستاذ زياد المنجد، شكرا جزيلا لكم.